عبر الهاتف من لندن معي البراء شيبان الباحث في شؤون جماعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد البراء. عندما نتحدث عن عودة أكثر من 100 طفل إلى ألمانيا أغلبهم رضع، ماذا يعني هذا؟ يعني ممكن الكثير يأخذوه بأنه لا يشكل خطرا، إلى أي درجة بالمقابل يقوموا بهكذا حالات متشددون والجماعات باستغلال موضوع الأطفال؟ طبعا تحية لك في البداية وتحية للمشاهدين. قضية العائدين هي قضية الآن مسار جدل داخل أوروبا، والكثير من الدوائر القانونية تقول أنه حتى وإن كان عادوا هؤلاء المقاتلين يجب محاكمتهم أو محاسبتهم حسب القانون الأوروبي. طبعا الظروف التي انضموا فيها اصلا داخل تنظيم داعش هي ظروف غير واضحه، لا تستطيع ان تقيد عليهم احكام واضحه الا التهمه الاساسيه وهي تهمه الانضمام الى هذا الى هذا الى هذا التنظيم، ويبقى لديك افراد اسرته كيف سيتم التعامل مع افراد الاسره. طيب من هنا الدور، من هنا الى اي درجه نفهم أهمية مشاركة ألمانيا في الحرب ضد داعش واللي تمثلت كآخر خطواتها بزيارة وزير الخارجية الأردني الألماني للأردن، وأكد أهمية مشاركتهم ضد داعش بالشرق الأوسط من أجل ألمانيا وأمن ألمانيا؟ نعم، أصلا مشاركة هذه الدول كلها خصوصا الدول الأوروبية ينطلق من ان جزء كبير اصلا من مشكله داعش هي مشكله اوروبيه قبل ان تكون مشكله فقط مشكله الدول العربيه، حيث ان جل المقاتلين كانوا اجانب. فهذا التحدي بحد ذاته امام الدول الاوروبيه يفرض عليها بعض التحديات، ان يجب عليها ان تكون بس الضرر الاكبر والتحدي الاكبر بعتقد بموضوع الارهاب ما بعد القضاء عليهم وعند عودة هؤلاء، يعني هون بيكون أكبر نصيب الدول الغربية. بالضبط تماما، لأنه أنا أعتقد تقييمي الشخصي داعش كتنظيم داعش هو انتهى، ما بقى من تنظيم داعش هي الفكرة، وهنا خطورة مثل هذه التنظيمات، أن الأفكار تبقى حتى تأتي فرصة مواتية قادمة ويكون عبارة عن مشاريع مستقبلية. ايضا هؤلاء الاطفال اذا لم يتم استيعابهم واحتضانهم في بيئه مناسبه قد يكونوا مشاريع للتطرف في المستقبل، مثل ما شاهدنا الكثير من مثلا ابن اسامه بن لادن الان يدعي الى القتال، وغيره من ابناء الشخصيات التي كانت متشدده في السابق. فاعتقد ان هذه تحديات كثيره ستواجه الدول الاوروبيه في المستقبل، وهناك يعني عكس التحدي غير التحدي الآني الذي هو التحدي القانوني، كيف سيتم، لأنه القانون الأوروبي حتى لا يسمح لهم بنزع جنسيتهم إذا كانوا ليس لديهم دول أخرى ممكن بإمكانهم الذهاب إليها. بس كل الدول الأوروبية، يعني في بعض دول أخذت أصلا إجراء بأنه لا يمكن العودة أو سحب الجنسية. نعم، هذا كثير من الدول الان تدعي لانه سحب جنسيتهم، لانه الكثير من الدول اصلا لا تريد هؤلاء المقاتلين، تفضل انهم اما انهم يبقوا في سوريا او العراق، او اذا كانت لديهم دول ثالثه ان يذهبوا اليها. بس الى اي درجه هي مسيطره على هذا الموضوع وتعرف من سيعود يعني امنيا يجب السيطره؟ طبعا امنيا، مثلا انا اعطيك مثال، هنا في بريطانيا هناك تقريبا ما يقارب من 3000 شخص، يقال ان هؤلاء الاشخاص تحت الرقابه الدائمه، ولكن الحكومه البريطانيه عليها ان تنفق المزيد من الاموال اذا ارادت ان تضع كل الاشخاص هؤلاء العائدين تحت الرقابه، وعليه ينعكس كل الدول الأوروبية. صحيح، حتى موضوع الرقابة يبقى فضفاضا، يعني حتى بآخر ما حدث بفرنسا كان المعتدي مراقبا المفروض، صحيح؟ صحيح، حتى الذي آخر اعتداء الذي حصل في بريطانيا في لندن كان المعتدي هو من الأشخاص الذين كانوا تحت الرقابة، ومع هذا تمت مثل هذه الاعتداءات.
واعتقد هذا يعني هذا تحدي كثير يواجه الدول الاوروبيه، ومثل ما قلت قضيه داعش تحديدا جزء كبير منها قضيه اوروبيه قبل ان تكون قضيه عربيه. نعم، شكرا جزيلا لك. من لندن براء شيبان، الباحث في شؤون جماعات المتشدده.